داخل إحدى قاعات مدينة الحسين الرياضية في العاصمة الأردنية عمان، بدأ اللاعب الليبي عبد الله كليب تمرينات الإطالة والتسخين لخوض غمار البطولة العربية 11 للكيك بوكسينج. كنت نلعب تايكواندو حزام أسود دان واحد، وكانت عندي زيارة في مدينة عمان في الأردن على أساس مرافق. ما كنتش نعلم بأن في بطولة هنا الحق، ما نعلم بأن في منتخبات، لكن ما توقعتش أني حنلعب معهم. كنت نستعد في ليبيا غادي عند نادي القرقني، وجيت هنا كلمت على أساس عيسى ونصار بناخذ معاه 3 أيام هيك تدريب شوي، قال لي خبرني بأن المنتخب الليبي مش حيلحق يجي، فقلت له خلاص بنشارك باسم ليبيا. المشاركة في البطولة كانت بعدة رياضيين من دول عربية مثل تونس وسوريا وفلسطين والدولة المستضيفة الأردن، بالإضافة للمشاركة الليبية المتمثلة في اللاعب عبد الله كليب، والذي بينما كان يتجهز لنزاله كانت الحكم الليبية نجلاء الضغائمي تشارك في تحكيم النزالات الأخرى بخبرتها التي تقارب 3 سنوات في هذه اللعبة. أنا مشاركة في البطولة بصفة حكم دولي كيك بوكسينج، بس طبعا هو الكيك بوكسينج رياضة قتالية فيها عدة أساليب، منها السيمي كونتاكت واللو كيك واللايت كيك والكيوان والفول كونتاكت. البطولة التي كان من المفترض أن تمتد ل3 أيام اختصرت منافساتها في 2 لأسباب ربما يكون أحدها غياب عدد من الرياضيين الذين كان من المفترض مشاركتهم فيها، وتم في نهاية 2 تقليد الفائزين بقلائدهم ومنهم اللاعب الليبي عبد الله كليب بفضية أسلوب كيك لايت. حتى خسرت مش لازم، المهم يكون اسم ليبيا في البطولة. فشاركت ما وفقتش الحق، جبت الترتيب الثاني، ما وفقتش الترتيب الأول، جبت الترتيب الثاني، وبإذن الله إن شاء الله البطولة الجاية بإذن الله الترتيب الأول بإذن الله. ولما لا، فعبد الله يمتلك من الوقت الكثير والعزيمة والإصرار والطموح الكبير ما يؤهله لمشاركات قادمة وحصد بطولات وقلائد على مستويات عربية وحتى عالمية.